إن سياسة دعم الدولة للفئات الهشة والطبقة المتوسطة ما زالت وسوف تتواصل، ونزع الدعم عن هذه الفئات يعتبر محرما لدينا. فالجهاز المؤسس في قانون المالية 2022 هذا الجهاز سوف يعيد النظر في سياسة الدعم بحيث يوجه الأموال المرصودة إلى أهلها وإلى أصحابها الحقيقيين والعائلات التي تحتاج هذا الدعم من خلال مقاربة جديدة وآليات سوف يعمل هذا الجهاز على وضعها.